حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كانت فينا امراه تجعل على اربعاء في مزرعه لها سلقا فكانت اذا كان يوم جمعه تنزع اصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضه من شعير تطحنها فيكون اصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاه الجمعه فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام الينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعه لطعامها ذلك